التراب الجبسية واسعة الانتشار في محافظة الأنبار، ومركزنا كونه متبني لموضوع التنمية وتحقيق أهداف التنمية ضمن يعني رؤية المركز ورؤية الجامعة في تبنيها. فبالتالي أنه هذه التراب واسعة الانتشار في محافظة الأنبار اللي هي التراب الجبسية، اتخذنا قرار أنه نشوف مدى صلاحيتها، شنو المشاكل، هل توجد معالجات أم لا. وكان الانطلاق من هالباب هذا، وقدرنا نتوصل إلى نتائج مشجعة للغاية في موضوع زراعة بعض المحاصيل في هذه التراب، ومنها محصول استراتيجي اللي هو محصول الحنطة. يعني النتائج اللي حصلنا عليها، النتائج الأولية، نتائج ممتازة. بالتالي ممكن، لأنه قبل كانوا إلا موضوع استبدال التربة، يعني التراب الجبسية ما يقدروا يزرعون بها، فيسوون استبدال للتربة، وهذا راح يكون مكلف جدا. بالتالي قيد بالزراعة، قيد من استخدام هذه التراب أو استغلالها. لكنه هاي التجربة إن شاء الله راح تفتح آفاق نحو إمكانية استثمار التراب الجبسية في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة واللي إلها علاقة بالأمن الغذائي، اللي هي مثل الحنطة والشعير وغيرها. قد تكون يعني صالحة لبعض المحاصيل، لكنه راح تكون يمكن محدودة الفائدة إذا كانت من غير معالجات. لكن يعني هاي التجارب اللي قمنا بها راح ممكن تفتح الآفاق نحو يعني ابتكار فد طرق جديدة، فد معالجات جديدة، وتكون سهلة ورخيصة. بالتالي يمكن القول نحن على أعتاب مرحلة تكون بها التراب الجبسية صالحة للزراعة بنسبة كبيرة. الجامعة، جامعة الأنبار، ضمن خططها الاستراتيجية ورؤية 2030 تبنت موضوع التنمية المستدامة، وأيضا مكافحة التغيرات المناخية من خلال زيادة المساحات الخضراء. وأطلقت رئاسة الجامعة مبادرة اللي هي مبادرة جامعة الأنبار واحة خضراء. فشفنا انه بعض الامور اللي تتعلق بكون انه التراب اكثرها اللي موجوده هنا جبسيه، فصار النقاش والمناقشات العلميه كيف تصير المعالجات وباقل كلفه. فلدينا بعض الباحثين اللي موجودين في المركز كان عندهم وجهه نظر او نظريه انه طالما انه التراب الجبسيه ده تشهد انه نمو لنباتات طبيعيه، نباتات طبيعية كثيرة، سواء كان يعني داخل الجامعة أو خارج الجامعة، التراب الجبسية في بعض الأحيان من تتوفر رطوبة تنمو نباتات طبيعية. من هنا كان انطلاق أنه إذن هذه التراب هي بالأصل صالحة للزراعة. أتمنى أحد الباحثين اللي هو الأستاذ المساعد الدكتور نوفل عدنان صبري أنه القيام بتجربة أولية. هذه التجربة الأولية هي أنه زراعة البذور اللي موجودة، يعني البذور اللي موجودة بالسوق. فمن المكاتب الزراعية أخذ مجموعة من البذور اللي هي بذور الحنطة وبذور الشعير اللي متوفرة يعني بالسوق المحلية، ويعني المصطلح الدارج طشها، يعني استزرعها بالمحطة مال الأبحاث اللي هي ضمن مركز تنمية حوض على الفرات في الموقع الجامعي. وهي هذه مثل ما قلنا تراب أغلبها جبسية. ففي شهر تشرين الأول، شهر أكتوبر من العام الماضي 2022، تم استزراع هذه البذور، وطبعا بدون معالجة للأرض، يعني بدون حراثة، بدون أي أسمدة، بدون منظومة ري، وإنما تركت يعني شلون نقول بالمصطلح مرات الدارج ديمي. يعني صادفت أنه موسم 22-23 كان جيد جدا بالأمطار، فتم الاستزراع في شهر العاشر. في نهاية شهر 3
أجرينا معاينة أولية ل يعني النتائج الاستزراع أو التجربة هاي اللي حصلت. فحقيقة كانت النتائج مشجعة جدا من حيث النمو الخضري، نمو السنابل، من حيث يعني حجم النبات، بحيث أنه يعني معدل عدد السنابل، عدد الحبات بالسنبلة الواحدة وصل إلى 90 حبة. الكادر هو عراقي 100%، اللي هو من كوادر مركز تنمية حوضة على الفرات، قسم تنمية الموارد الطبيعية. مثل ما أشرنا أنه إحنا كنا في البداية تجربة أولية كانت بإشراف من قسم تنمية الموارد المائية، واللي قام بها الأستاذ المساعد الدكتور نوفل عدنان صبري، طبعا بمساعدة الكادر البقية اللي من القسم اللي هو دكتور صالح محمود صالح وأستاذ جبار إشهاب، للمتابعة ولإنضاج هذه الفكرة. فالكادر عراقي 100% وجميعهم من جامعة الأنبار مركز تنمية حوضة على الفرات. طموحنا ما راح يكون فقط ضمن فقط يعني نبات الحنطة وأشجار البولونيا، طبعا أشجار البولونيا لأنه كان عندنا مشروع أو فكرة أنه لمكافحة التصحر أو يعني زيادة المساحات الخضراء. وعندنا تعرف صارت الموسم الصيف الماضي العواصف الترابية، وموضوع أنه شلون نكافح العواصف الغبارية، وكان أهمها أنه نشر الأحزمة الخضراء. فكان من ضمن أفكارنا أنه هو موضوع أنه نستخدم أشجار البولونيا. زرعنا نماذج هنا والحمد لله يعني أيضا نجحت رغم قساوة الموسم الصيف الماضي وقلة المتوفر من المياه في الموسم، لكن الحمد لله يعني أيضا نتائج البولونيا مشجعة. لدينا خطط طموحة بالتعرف على النباتات اللي ممكن زراعتها في التراب الجبسية، ومنها ما يتعلق بالنباتات الطبية. النباتات الطبية لدينا أفكار ومشروع بهذا الاتجاه، ولدينا مختصين يعني نحاول إن شاء الله ننضج التجربة. حاليا إحنا في مرحلة إكمال إنشاء المحطة البحثية في المركز، فإن شاء الله يعني خلال الفترة القادمة راح تشهد تكامل هذه المحطة والبدء بزراعة. يعني عندنا أيضا تجربة وحاليا موجودة اللي هي زراعة بعض الأشجار المثمرة، ومنها الرمان اللي يعني أشارت بعض الدراسات إلى أنه ممكن يتقبل المياه بتراكيز يعني كبريتية نسبيا عالية. نقدر نقول التراب الجبسية كان حتى مثلا نقدر نستغلها يصير استبدال تربة أو بعض المعالجات، وهذا قد تكون مكلف مما ما يشجع على استثمارها. التجربة الأولية أنا أكد على أنه أولية لأنه بعد تحتاج إلى جهود علمية، إلى تدقيق بعد أكثر، دراسات أكثر حتى نقدر نقول هي تجربة مكتملة 100%. التجارب الأولية أنه إحنا ما استخدمنا أي أسمدة وما استخدمنا أي معالجات، بالتالي التجربة نجحت، وقلنا أنه هاي ممكن تفتح لنا آفاق إلى أنه ما نروح أنه نفكر أنه طالما هي تربة جبسية إذا راح تكون يعني كلفة استثمارها وكلفة استزراعها عالية. لا، إن شاء الله على ضوء هذه التجارب، وإن شاء الله من تكتمل وتكتمل المحطة البحثية مالتنا، نقدر يعني نروح باتجاه تقليل كلف استثمار هذه التراب إلى أقل ما يمكن. بالتالي معناه هذا أنه محاصيل أكثر، معناه أنه غطاء نباتي وغطاء أخضر أكبر، وبالتالي تحسين للبيئة وتنعكس على هواية أمور، وبالتالي نكون قد حققنا رسالة وأهداف ورؤية المركز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.